بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم واحد الفيديو غادي الغابة، غنجمع عرقان، وها هو الترونسبور ديالي راكب على الحمار وغادي لواحد البلاصة بعيدة من الدار، كاينة في الجبل. ها هو كيبان لكم، ها هو الجبل. وهاد الغابة كانت شدها واحد السيدة، قالت لينا غنجمع داك أرقان اللي فيها ونقسمو معاكم، وفي الاخر قالت لك ما قداتش، راه كاين فوق أرقانة ما تحش الارض، ما يبسش، باقي خضر. صافي خلاتو لينا، وشحال من واحد قلنا ليه باش يشدها ما بغوش. ها واحد الكلب تابعني غادي معايا الغابة، ما بغاوش يلقطوها، تعينا وجينا ليها باش نجمعوها. الرزيديا وراء الطريق فين كتبان الحاشية ديال الجبل، غتخرج شي حاجة من هنا غتخلع هاد الحمار، ما غنوقف حتى الواد. راه كاين هنا الجبل وكاين الواد لتحت، راه غيبان لكم مازال، عرفتوا ديك البلاصة اللي كتبان لكم الفوق لهيه، راه غادي لتما حداك الجبل. شفتو الواد؟ راه هو لتحت، الواد غير ديال الشتا، ماشي الواد ما فيهش الماء، كيكون فيه الماء غير وقت الشتا فاش كيدوز فيه الماء. صافي وشوفوا الحجر وارقان، ها هو ارقان هذا، دابا راه كيبان لكم صفر وباقي فوق ارقانه ما طاحش الارض، خصك تسوسو هو الاول، الا ما تساسش راه ما غاديش تلقطوه، وما كاينش تحت الشجرة، وكاين فوريستي في الغابة، الفوريستي ممنوع تسوس أرقان. هاد العام كاين الصهد كتير، كاين الحرارة، شوفو الشجرة ديال أرقان كي دارت ليها الشمس بحال حرقاتها العافية، هادي دابا غير الشمس اللي دارت ليها بحال هكا، غير الصهد والحرارة. شفتو الوسط ديالها باقي خضر مسكين، والفوق راه تحرق، شفتو الوراق ديالها. هذا اللي كيبان لكم هاد ارقان، راه ما فيه لا زنين لا داكشي اللي كياكلوا البهيم، ما فيه حتى حاجه، هذا راه خاوي ما يصلح لوالو، غير الا طاح كلاوه البهيم بحال هكاك، وما راه ما فيه لا زنين لا حتى حاجه، ما كيستافدوا كاع منه، هذا صافي مشى. وهنا الفوق راه غيبانوا لكم شي وحدات خضرين هما اللي باقيين صحاح. وشفتوا فوق الشجره كي دايره مسكينه، راه تحرقات بحال تحرقات بالعافيه، هذه راه غير الشمس، راه غير الصهد تاع هذا العام، راه دازت واحد الحراره نيت، الحراره راه كتحرق، ما تقدرش تخرج، كتكون 7 ديال الصباح وما تقدرش تخرج من الدار. ولكن الناس مساكن راه بزمنهم كيمشيو كيجمعوا ارقان ضروري، والناس شي سارح البهايم، وداك ارقان مازال ما طاحش من فوق الشجره، والفوريستي عاس عليهم ما يسوسوش، هما اللي يبغاو يطلعوا يجيبوه راه ما كاين ما يجيبو، داكشي اللي كاين راه كاين فوق الشجره ما طاحش الارض. والناس مساكن مع 5 د الصباح خارجين باش يمشيو للغابه يسوسو شويه يجيبوه قبل ما يطلع الفوريستي للغابه، كيطلع هو مع 8 8 ونص حتى 9، وكيمشي للبلاصه اللي فيها طريق كيجيب الطوموبيل ديالو وكيدور في الغابه. جهة الجبل اللي وريتكم ما كيطلعش ليه، وها هو هذا أرقان نوري لكم، راه غنهرسو راه ما فيه لا زنين لا تا حاجه. شوفوا الوراق ديال الأرقان راه محروق المساكن، شفتو وكاينه اللي كتبان صفراء وما فيها والو لداخل، كاينه اللي كتبان لك طايبه وصفراء بحال المشمش، ولكن راه ما فيهاش الزنين لداخل والو. بهذا الصهد اللي داز كلشي تحرق، شفتو هذا راه ما فيه والو كاع. ها هو دابا غنوريه لكم، راه ما فيه الارض لا زنين لا حتى حاجه، شفتو هذا دابا راه ما فيه والو،
والو ما فيه. واو ورا كيبان لكم كل شيء كاين فوق الشجره. دابا راه نزلت على الحمار وغادي عند ارغان، شفتو راه في الجبل كطيح شي حجر كطيح الواد، شفتو هذا واخا هكا كيبان لكم صفر راه ما فيه والو ضعيف. ها هو شتي كتايبان، ولكن راه ضعيف هذاك النواة ديالو ضعيفه حيت ما طرش على خاطرو، كاين الصهد والحراره والشتا ما كايناش في العام اللي فات. والله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا، الله يرحمنا برحمته. هذه باقا خضراء ما زال ما طيبه، ولكن غيسوسوها ضروري حيت غيلقطو الناس الاولين اللي كاينين في الاول ديال الغابه، راه كيطلعوا الاخرين كيجيبوا البهيم كيسوسو بالعصا. ما كيسوس، كاين اللي كيسوس بالحجر وكاين اللي كيسوس بالعصا بحال هادي. هنوريها لكم، هادشي كامل ضروري خصو يتساس. ها هو العصا باش كنسوسو، وهذه هي الطريقه باش كيسوسو، كيسوسو بالعصا بحال هكا وكيسوسو بالحجر. والفوريستي كيكون في الغابه اللي لقى عنده العصا كيقيد ليه البروسي كيمشي يخلصو، ما عنده غير يمشي يخلص داك البروسي ديال داك العصا اللي كيسوس بها ولا الحجر. شوفوا الجبل، شوفوا الحجر كي كيدير في هذا الجبل. مغربيه حره مشات فيها الى تكركبات مع هذا الواد، شفتو راه هذا الواد غارق، شفتو كي تيبان، شفتو الحجر كي تيتكركب. هتحركوا الحجره راه كتمشي للواد، شفتو الواد هذا الواد غير ديال الشتاء كتكون فيه، كيكون فيه الماء غير وقت الشتاء، ما كيكونش فيه الماء ديما. هنا راه بين الجبال، هنا ما عمرنا شفنا فيه الفورستي الحمد لله. الحمد لله كيكون عاد فوق عنده الطوموبيل ديالو كيدوز غير في البلاصه اللي فيها طريق. هاني دابا نزلت للواد، شوفوا هاد ارغانه فين لحت الزريعه ديالها وسط الواد، شفتوها هي راه كاينه فوق، شفتو الجبل الواد راه ارغانه فين كاينه، شافوا الناس مساكن تما راه هنا. والله شوفوا هاد الجبل الا طاح على شي واحد، انا جايه نجيب غير واحد السلط كركب مال فوق وطاح هنا وهبط للواد باش نهزو. شفتو ديك القنت راه الجبال، شوفوا ليا دوك الجبال الفوق راه ارغانه كتلوح الزريعه ديالها راه كتلوحها في الواد. ايوا هكا دوزات مغربيه حره نهارها، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ديروا ليا جيم، تشاركوا في القناه، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا، الله يخطيكم عليا. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي، الناس القدام الدار داركم، والله يخطيكم عليا. وهذا هو الفيديو ديالي، وشكرا لكم بزاف، وتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا مغربيه حره فين دوزات النهار.